السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعرف على كيفية تحديد مدة أو زمن معين لاستخدام التيك توك خلال اليوم، يعني مثلا ممكن تحدد 40 دقيقة 60 دقيقة أو أكثر على حسب رغبتك. بعد الوصول للوقت المحدد بيصلك تنبيه من التيك توك إنك قمت بالوصول للوقت المحدد من الاستخدام، أو بتجد إنك بتعمل خروج من التيك توك بشكل مباشر. ازاي نفعل الخاصية دي؟ الطريقة سهلة جدا وبسيطة. بنفتح التيك توك وبندخل الملف الشخصي، ثم بعد كده بنضغط على الثلاث خطوط الأفقيين اللي في أعلى يسار الشاشة. بيفتح معانا خيار الإعدادات والخصوصية في الأسفل، بنضغط على الإعدادات. بيفتح معانا صفحة الإعدادات، بننزل في الأسفل عند خيار مدة الاستخدام، بنضغط على مدة الاستخدام. بيفتح معانا الصفحة دي عندنا الخيار الأول وهو مدة الاستخدام اليومية، بنضغط على الخيار الأول. بيفتح معانا الصفحة دي، بنضغط على خيار الوقت اليومي علشان تحدد الوقت اللي انت حابب تستخدم فيه تيك توك على مدار اليوم، وليكن مثلا 40 دقيقة أو 60 دقيقة أو 90 على حسب رغبتك. هنختار 60 دقيقة، بنعمل رجوع وبنضغط على خيار تشغيل. بيطلب مننا هنا اختيار كلمة مرور، وليكن مثلا 4 وحيد، انت طبعا على حسب رغبتك. بتضغط على التالي، وهنا تأكيد لكلمة المرور 4 وحيد، وبنضغط على خيار تعيين، وبالتالي لقد شغلت مدة الاستخدام اليومية. طبعا هنا بإمكانك إيقاف التشغيل أو تغيير كلمة المرور باتباع نفس الخطوات. بتفتح الإعدادات ثم مدة استخدام الجهاز وبتضغط على إيقاف التشغيل. بيتم إيقاف التشغيل بشكل مباشر، بيطلب منك الرقم السري اللي أنت كنت محدده، وبالتالي بيتم إيقاف تشغيل المدة اليومية لاستخدام الجهاز. دي كانت الطريقة. لو حابب تعرف معلومات أكتر عن تيك توك وعن كل تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وشكرا جزيلا على المتابعة.